بالنسبة لي التجربة فهي تجربة حسنة، لأن السيارة سهلة الاستعمال ومؤمنة وساعدتنا بزاف على في العمل ديالنا، لأنها تنتخذوا لنا ولا كنخدموا بأريحية وأنها صديقة للبيئة. أهم مميزات السيارة الكهربائية أنها تحترم البيئة وسهلة الاستعمال وسهلة الشحن. صممت هذه المركبات الكهربائية وهي من صنف سيتروين آمي من طرف شركة ستيليونتيس قنيطرة. يتمثل هذا الأسطول في 225 مركبة كهربائية موزعة على 42 مدينة في مختلف جهات المملكة، تقوم بتوزيع الرسائل وطرود البريدية في احترام تام للبيئة. من مميزات هذه السيارة أنها وسيلة نقل إيكولوجية تساهم في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي تلائم خصيصا الاحتياجات اليومية للتوزيع. بالنسبة لي ما لقيت حتى شي صعوبة في السياقة ديال السيارة الكهربائية. أول مرة استعملت هذه السيارة حسيت بفخر واعتزاز، لأنني من الأوائل المحظوظين اللي استعملوا هذه السيارة الكهربائية. ولقيت واحد الاستحسان بالنسبة للزبون، وكنشكر مؤسسة بريد المغرب على هذه البادرة هذه.